شكرا. إذا نتواصل معكم مشاهدينا في ختام هذه الجزئية، لابد أن نشر إلى عملية البناء التي تبدأ من الإنسان، كما كانت هناك مبادرات مختلفة حنبنيه اللي خصصت يعني إصحاح البيئة في مناطق السودان بالتحديد الخرطوم وأحياء الخرطوم. سعداء يكون معنا على الهواء مباشرة أستاذ محمد عوض، مبادرة الثورة الحارة 52، نتحدث عن هذه النفرة الكبيرة. اهلا، الان هم في السعي لتقديم الخدمه الجميله لاصحاح البيئه. اهلا يا محمد، صباح الخير. صباح الخير على قناه الشروق، وبالبدايه طبعا بنشكر قناه الشروق على اتاحه المساحه الجميله دي، وزي ما بيقولوا راجين من وسائل الاعلام انها تكون دائما على الميدان. نعم ان شاء الله. استاذ محمد عوض، كلنا عارفين الخريف يعني قدر ياثر في الشوارع والطرقات، يعني والطرقات اصبحت غير صالحه حتى للمشي، خلي للسيارات وحتى للمارة صعبه شويه، فبتعاني بعض الاحيان من مشكله في الطرقات، والمياه اصبحت راكده، الذباب والبعوض وغيره. شنو انتم حاليا بتعملوا في شنو؟ تقريبا احنا عارفين انكم في ردميات في الطرق، حدثنا عن منطقه الثوره وكيف بديتوا عمليه الصحه البيئه وردم الطرق تحديدا. طبعا نحن شباب الحارة 52 محلية كرري غربي صابرين. نعم. ما شاء الله، أول حاجة بنشكر الشباب اللي هم أسي حاليا الآن في عمل دؤوب في النظافة، في إزالة بعض التراكمات بتاعة الأوساخ، اللي هي الحملة أو المبادرة اللي احنا قايمين بها، حملة إصحاح البيئة تحت شعار السودان كله قايم بها، تحت شعار حملة حنبنيه. والوطن ما بيتبني الا بالتكاتف والعمل الدؤوب والجهد بتاع المواطنين. نعم. طيب انتوا هسه بتعملوا في الناس ما شاء الله شغاله، والشباب بنشكرهم. في مبادرات قبل كده برضه حصلت، اللي هي ربميات للمياه الراكده وللحفر والحاجات زي دي. تمت لكن لسه ما اكتملت، لانه الدعم الجهد شعبي، يعني ما دعم بالنسبه للناس، بالنسبه للمواضيع الحاصله في حاليا في الحاره، فجهد مدني زي ما بيقولوا، وما بنبني الحكومه برا ما حتبني لنا، الا نحن نتكاتف كلنا مع الحكومه، اكيد حنصر صوره جميله لحارتنا ولوطننا. اها، ده الجزء المهم، لانه الفتره الجايه محتاجه صبر وتضافر الجهود هو المطلوب في الفتره. احنا شاكرين ومقدرين، حنظل متابعين ان شاء الله معاكم في كل محاوركم وتفاصيلكم لا تشمل عمليه اصحاح البيئه فقط الحاره 52، تتدى ايضا لام درمان عموما. كتر خيرك يا محمد، شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جميلا ايضا لكل مشاهدينا في كل مكان. انتهت صباح الشروق وحلقه صباح الشروق اليوم في يوم الجمعه المبارك، جمعه سعيده على جميع مشاهدينا في كل مكان، على امل ان نلتقيكم في حلقات قادمات. شكرا للمشاهد الكريم وين ما كان، شكرا ايضا فريق العمل، وشكرا حمزه. كتر خيرك يا لينا، على امل ان نلتقي في رعايه الرحيم.